طيب تمام. بس هو مشكلته انه عايز يرجع بلده. عايز ترجع، ممكن حتى انا يمثل هناك لو مش عايزه يرجع انا. هو معجب بيك جدا لدرجة ان هو يعني متمسك بيك هنا معاه. اصل هي الفكرة في ايه؟ في ناس كتير مش منضبطة كشخصا يعني، وشغلانتنا بالذات محتاجة واحد منضبط شخصيا قبل ما يبقى منضبط مهنيا. نعم. فهو منضبط، اعمل سوي تعالى مش عارف ايه. فطبعا بقى اضافة لهذا في موهبة، لكن في ناس بقى حضرتك عارفة، اصحى يا ابني احنا قاعدين مستنيينك عشان نصور، وما تنساش لو سمحت تجيب البنطلون وانت جاي، وحاجات بقى يعني. فهو لا، هو منضبط وبيعمل المفروض يعمله وبيضيف كمان. نرجع نكمل حلقتنا، بس نروح نشوف جزء من الفيلم ونرجع مرة تانية. انت شنوك دخل؟ انت ايش بدك مني؟ حرام عليك، انا اخوك. ومدام اخوي، ليش ابوك وامك بيحبوك اكثر مني؟ ليش الناس شايفينك احسن مني؟ انت بتعمل حالك هيك؟ انا بحبك، حاول تكون كويس ما تبقاش معقد وحاقد ومريض. انا اخوك وبحكي معك بصراحة. تعال اوديك دكتور نفسي. ايش قصدك؟ انا مجنون؟ انا مش قصدي، انا كنت بدي احكي. ايش فيه؟ كمل كمل، ايش اكو زي هيك كمان؟ كان حيقتلني.